هنعمل ايه دلوقتي يا عم الشيف؟ هنعمل البطاطا الحاره، مقاديرها على الشاشه يا استاذ رحاب بعد اذنك. مقادير بطاطا حاره، بطاطا بالكزبره. بطاطا بالكزبره نعملها ازاي؟ شوف انا اعمل ايه، شوف انا اعمل ايه. جيب التركايه دي يا زيزو، الله يبارك لك، الله يبارك لك. تاني تاني، يلا يلا، لازم التركايه دي تيجي بعد اذنكم. اللهم صل على النبي. طيب ال 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 انا الحله او الطاسه او الجريله اللي بشوي عليها بتاعه الكفته منزله شويه جوس حلوين قوي. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، هو ده هو ده. منكم واليكم. زي الفل، تمام، هو ده تمام. اسيب دول على النار وتعالوا نعمل ازاي شويه بطاطا حلوين مع بعض، ومطبخنا يبقى رايق ونضيف كده زي الفل. طاسه على النار وعند البطاطا مقليه ومتحمره. هتعملها بأي شيء؟ بزيت زيتون. حلو؟ عيني اهو. زيت زيتون. حلو. وانضف حوالين الطاسة عشان المخرج ما يزعلش. اهو. واحط فيها شوية توم يا عم الشيف. حلو؟ التوم عندنا طازة زي الفل اهو. البطاطا الحارة دي عايز أقول لحضراتكم الطبق في لبنان فيه خمس ست حبات بطاطا بيعمل له مثلا 10 دولار ولا 20 دولار. واحنا عندنا ببلاش، نعمة عايشين فيها الحمد لله، والله العظيم. ده توم. ده توم. مع زيت زيتون. ده توم مع زيت زيتون، حلو. كزبرة خضراء، أهي. 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 ونقلب الكزبرة الخضراء مع التوم، التقليبة دي مهمة، وأنا بقلب دبس رمان، اللهم صل على النبي، وأقلب. شوية ملح وشوية فلفل، وشوية زعتر. يلا، ممكن نعناع يابس، ممكن فلفلة حلوة. السكة دي كلها حلوة، ما تحطش لا كمون ولا كزبرة، كزبرة ناشفة. شفت الخلطة دي؟ بص عليها كده لغاية لما تلاقيها عملت رغاوي. شفت الخضرة دي؟ حلو. نخش على الخلطه. بص على الجو ده كده، شوف، جيب لي الجو ده كده. ايه ده، ايه ده، بطاطا حر. بالعود الروزماري. في قلبيها. بطاطا تكون متحمره من قبل. ونقلبها سريعا. وعندنا طبق للتقديم. تقليبه بس، ارفعها من النار. دي اعمليها وقولي رايك فيها. مش كل يوم بطاطس مقليه للعيال، نجيب الكيس من السوبر ماركت ونفضيه في الزيت ونقليه. لا 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 لا، ونقليه ده جو. لا فيها دبس الرمان عامل عاشق ومعشوق، الحب المعاشق يعني، زي ما بقول دبس الرمان مع البطاطس ده موضوع تاني. هنغرفها مع بعض سريعا. وادي الطبق اللي جنب المشويات، طلعت من جو البطاطس المقليه. ونقدمه. الله الله. مش هعمل في اي حاجه والله، هو زي ما هو، زي ما نزل في الطاسه. عينيا. وعود نعناع حلو كده برضه، النعناع يتغسل، نعناع بقدونس بتحط جنب اي حاجه. انصحك الغسيل والنظافه اهم حاجه. مطبخك رايق اول بقى تعملي عزومه، ده مش مبرر ان المطبخ يكون مكركب، ده مش مبرر حماتك تاخد بعضيها تعمل ان هي بتغسل ايديها كده وتخش على المطبخ تقول اشوف مرات ابني مرتبه كده وشاطره زي ما انا كنت شاطره ولا لا. الحاجات دي مطلوبه، ما تضحكيش، والله العظيم بكلمك الكلام ده بيحصل في البيوت.